السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم. كثير من الأصدقاء يسألنا عن البرنامج. هذا البرنامج هو برنامج رسوم متحركة ثنائي الأبعاد، وممكن استخدام ثلاثي الأبعاد ببعض الحالات، احنا شرحناها في فيديوهات سابقة. لكن السؤال اللي طرح خلال هاليومين من أحد أصدقائنا، شلون نسوي العباءة العربية، عباءة المرأة وأيضا عباءة الرجل إذا كان أحد الرجال اللي يلبسون عباءة. إحنا عندنا شخصيات، لما نكمل شخصيتنا هاي شخصية كاملة، بس أنا أريد أسوي شخصية، أريد أسويها شيء ثاني. يعني نجي ندخل، هاي عندي شخصية فتاة وهذه عندي شخصية امرأة. لو فرضا اريد اجي الى شخصية الفتاة واشتغلها، هذه الفتاة ما مسوي لها اعلام، احنا بس فقط راسمينها. اريد اسوي العباءة، اجي مباشرة العباءة اخذ من افتح لاير جديد، لاحظ هذا افتح لاير جديد، اسميه عباءة، أسميه عباءة بالإنجليزي كوفر، أختار اللون الأسود وأختار المربع وبدون ستروك لأن ما أحتاجه، وأجي مباشرة اللي هنا، أجي النوب أعدل على النقاط، أعدل على النقاط بحيث تصير على شكل عباءة. طبعا هذه النقاط بعدين أسوي لهن بيند، يعني أربطهن مع العظام، لأن هذه الشخصية ما بها عظام فما راح تربط مع أس هذه العباءة. طبعا أخلي لها عدد من النقاط، خليها نقطة هنا نقطة مقابلها، نقطة هنا نقطة مقابلها، حتى بعدين بالحركة تتحرك. يعني الرسم ما راد لشيء. وهنا أخلي نقطتين أيضا بالتحت. أوكي هسه إذا تشوف هاي العباءة، هاي العباءة راح أخليها بالخلف، خلف البودي، خليها خلف البودي، صارت خلف البودي إذا لاحظها هنا، صارت هذه العباءة خلف منطقة البودي. الآن أنا أقدر أن أسوي قطعة أخرى، أسوي قطعة أخرى اللي هي أمام البودي، أمام البودي وأمام اليد، بس أشوف اليد وين. هذه هي اليد، إذا تلاحظ هذه هي اليد. أنا أسوي لي قطعة أخرى وأسوي لي لاير جديد، هاي عباءة اثنين فرونت راح أقلها أمام يعني، وأيضا نفس الحالة أسويها نفس الحالة وأعدل بالنقاط بحيث أجيب النقاط مع نقاط العباءة، مع نقاط العباءة، هذه نقاط مع نقاط العباءة، خلي هنا نقطة وخلي هنا نقطة مقابلها نقطة، نقطة ومقابلها نقطة، نقطة مقابلها نقطة، وهاي وحدة وهاي وحدة أيضا، وخلي هنا تصير عدل. هسه إذا تشوفها هذه الآن صارت خلف اليد، هذه صارت خلف اليد. شلون اليد اللي هي هاي الهاند، هذه الهاند، العباءة هنا راح أجيبها الخلفية، العباءة الخلفية اللي هي هذه أسحبها، أسحبها الأخير، لاحظ إن أجت. ونفس الحالة بالجانب الآخر، في الجانب الآخر هذه عباءة إحنا سويناها فرونت، أسوي وحدة ثانية، هذه سويت الوحدة الثانية، خلي واقلبها، اقلبها بالمقلوب، اجيبها الى الجانب الاخر، هذا الجانب الاخر. طبعا هذا العباءة ايضا اسوي لها عظام، من اسوي العظام اضيف لها عظمة هنا، عظمتين، واربط الجزء الاسفل بالعظمة هذه، اخليها تتحرك يعني. الان نجي الى شخصيتنا هذه، هذه الامرأة الكبيرة الى تشوفها، هي بها عظام، هذه الشخصية بها عظام، أريد نسوي لها عباءة،
نجي مباشرة نرسم، نرسم رسم عباءة، نرسم رسم عباءة بواسطة أداة الرسم هذه. إذا تلاحظ هذه أنا راسم العباءة فقط، مباشرة أظللها أسود وانطيها أسود، لاحظ صارت هذه جزء عباءة، فقط نعدل يصير تعديل. أيضا هذا الجانب أكررها مرة ثانية وأخليها بالخلف، أخليها في هذا المكان بالخلف، سويها بهذه. عندي فقط إذا تلاحظ إذا أكو خلل نقدر نسوي بهذه الطريقة، عباءة بهاي الأمامية نعدل بها، نعدل إذا عدل الرأس، العباءة الأخرى اللي هي هاي عدلها أيضا. عندي هذا الجانب إذا تلاحظ بالعباءة الأمامية الفرونت اللي هو هذا الفرونت، أجيبه أعدل إذا تلاحظ هسه هذه الآن، يعني قصدي من أشوفها كنترول R، لاحظ شلون صارت هذه كنترول R، صارت هذه الطريقة. تقول مثلا هذه اليد، اليد هذه، هذه اليد لازم أطلعها، أطلعها بعد العباءة الثانية اللي هي هاي، باستطاعتي أسحبها وأخليها في هذا المكان كنترول R. إذا تلاحظها هذه كنترول R، إذا لازم تربطها أنت، تربط عظامها، تسوي لها عظمتين وتربط العظام مع هذه يعني الشخصية أنا محركها إذا تلاحظها بها تحريك، بها تحريك هذه الحركة. هذه طريقة الرسم، يعني فقط ترسم انت، انت ارسمهن واربطهن بالعظام، اربط العظام مثل ما تربط الثوب الملابس. شلون تربط هاي الملابس؟ هاي الملابس شلون مربوطة؟ مربوطة بيا عظمة، مربوطة بهذه العظمة. اذا تلاحظ هذه العظمة هاي عظمة الساق، هذه عظمة اذا تلاحظها، وهذه عظمة ثانية، هاي عظمتين اذا تشوفن، هذا اني عظمتين. يعني إذا نريد نعطيهن لون، نعطيهن لون، هذا لون أصفر وهذا لون أصفر، إذا تلاحظن نعطيه يلم، لاحظ هاي العظمتين. أنت باستطاعتك أيضا أن تسوي في هذا المكان، ترجع للمكان العظام، تسوي لك عظمة، أول مرة تضغط على أخليها عظمتين لحالهن لوحدهن، أو أربطهن، أو أقدر أربطهن مباشرة، أربط هذه مع اليد، أربط أربط هنا عظمة، خلي لي هذه عظمة إذا تلاحظها، لاحظ الربط ويا من صار مع هذه، وأربط مرة ثانية هنا، أربط عظمة أخرى، هذه العظمة الثانية، هذه العظمة الثانية، خليها، وأجي للبند هي وين؟ عباءة فرونت اللي هي هاي. اخذ مباشرة، اخذ اربطها مباشرة الفرونت، تربط لازم مع كل الجسم اذا تشوفها، تربط مع كل الجسم، نشوفها خلنا نربطها مع كل الجسم، هذه نقول له بيند، نجي للعظمة الثانية، عفوا نجي للعظمة الثانية هذه، نفس الملابس، شلون الملابس اختاريناها مقلبين، ونجي عظمة الرأس أيضا نربط ذني فوق الرأس مقلبين. هسه إذا أحرك الرأس إذا تلاحظ يتحرك، تلاحظ شلون يتحرك؟ يتحرك، يبقى عندي هذه العظمة، هذه العظمة، هذه العظمة، هذه العظمة، أربط معها ذني، اربط معها
هاي الجانبيات فقط، واقول له اوكي بيند. هسه اذا اريد احرك العبايه اقدر احركها براحتي. وايضا بالنسبه الى هذه نجي نقدر اختار ذني. اول مره اختار العظمه الرئيسيه، لاحظ، واخذن كلهن واقولها بيند. اجي العظمه الثانيه، عظمه الصدر، واختار من الصدر اللي فوق، وبعدين اختار عظمه الراس لان عندي نقاط بالراس حتى يتحرك انا وياها، واضبطهن مع كل عظمه مقابلها. الان تبقى هذه العظمه، اقدر اجيب لها هذه النقاط، هاي النقاط كم نقطه، واقول له بيند. هسه اذا اريد احرك، اذا تلاحظ، اذا اريد احرك العباءه باستطاعتك ان تحرك العباءه براحتك. تحرك الراس، لاحظ، تحرك الراس، تحرك الجسم، لاحظ يتحرك الجسم كله. اذا تشوف يتحرك الجسم كله، احنا هذه لازم تربط، هذه النقطه لازم تربط معها. الساق، هذه الساق انت من تحركها منا، اذا حركتها بهالطريقه تحرك العبايه معها. اذا حركت هذا الساق بهالطريقه تقدر تحرك هاي العباءه معها، يعني تقدر تحرك براحتك، تسوي براحتك. هي هذه طريقه العباءه الاسلاميه والعباءه العربيه. اللي عنده سؤال خليه يسالنا. الرسم ترى عادي، يعني الرسم عادي، واكو تحديث للبرنامج اللي هو 12/4. لا تحدثون البرنامج لان اذا تحدث تصير به مشاكل. المهم احبائي، شكرا لكل الناس اللي وصلون لل 8000 مشترك. ان شاء الله لا تنسون تشاركون القناه، تشتركون بالقناه، تشاركون الفيديو، تشاركون قناتنا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى ننتشر وياكم، ونجاحنا من نجاحكم، ونجاحكم هو الأهم. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتشو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.